أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لكم شركاء أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومكروا مكرا كبارا فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا لقد أضلوا كثيرا فلا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أخرجوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا فقال نور رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه